بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع آية من كتاب الله، وهي آية الكرسي. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية، لأنها تتضمن أسماء الله وصفاته، فقد جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله جل وعلا وإثبات الكمال، إثبات صفات الكمال. وهذه الآية صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من قرأها عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهي آية عظيمة. الله لا إله إلا هو، هذه جملة، الله مبتدأ ولا إله إلا هو خبر. فالله هو أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، أو هو من أعظم أسماء الله، لأنه علم على الذات الإلهية لا يسمى به غير الله جل وعلا. ومعناه الله أي المألوه المعبود من الألوهية، وهي العبادة. لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد. لا إله هذا نفي للشرك، إلا هو أي الله جل وعلا هذا إثبات للتوحيد. الحي، الحي من أسماء الله جل وعلا، ومعناه ذو الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نقص، فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا، فحياته كاملة ولا بداية لها ولا نهاية لها. الحي القيوم، القيوم اسم آخر من أسماء الله، ومعناها القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شيء، وهو مقيم لغيره، وكل المخلوقات محتاجة إليه سبحانه، وهو الذي يقيمها بما يصلحها وما تحتاج إليه. فالقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه فقراء إليه سبحانه وتعالى. هذا إثبات، الله لا إله إلا هو هذا إثبات، الحي إثبات، القيوم إثبات. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفى عن نفسه النقص. والسنة هي النعاس، والنوم هو النوم المستغرق. الله جل وعلا لا ينام أبدا، لأن النوم نقص في الحياة، فلا يأخذه نعاس وهو النوم الخفيف، ولا نوم وهو النوم المستغرق، وإنما هذا من صفات المخلوقين الناقصين. الله منزه عن النوم، منزه عن النعاس جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي للنقص عن الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات، له ما في السماوات من المخلوقات، السماوات العلى المبنية، ما فيها من الخلائق وما فيها من الكواكب وما فيها من الخلق الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، هو ملك له. له ما في الأرض، ما في الأرض من المخلوقات على اختلاف أنواعها
وتعدد أشكالها كلها ملك لله جل وعلا، وهذا من غناه جل وعلا وكمال ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا له وحده سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والمخلوق إذا ملك شيئا فملكه مؤقت، والله هو الذي ملكه إياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك ملكه سبحانه، يؤتي ملكه من يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي. له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات، من ذا الذي يشفع عنده هذا نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة معناها طلب الخير للغير، الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، تتوسط لأحد في قضاء حاجته عند من هي عنده، هي الوساطة، هذه هي الشفاعة. والشفاعة تكون عند الخلق بعضهم مع بعض، وتكون عند الله جل وعلا. الشفاعة عند الخلق إذا كانت في تحصيل مصلحة فهي محمودة، وإن كانت في تحصيل مفسدة فإنها مذمومة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذا عند الخلق. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ملك له جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. أما الخلق فيشفع الشافعون عندهم وإن لم يأذنوا، يشفع الشافع عند المخلوق وإن لم يأذن، بل قد يكون لا يرضى أن أحد يشفع عنده، ولكن لا يستأذنونهم، يشفعون عندهم. أما الله جل وعلا فإنه لعظمته لا أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن للشافع فإنه يشفع، هذا من خصائصه سبحانه وتعالى. وإذا الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويطلبون الشفاعة من الأصنام ويطلبونها من غير الله مخطئون غاية الخطأ، لأنهم يطلبون منهم شيئا لا يملكونه، أنه ملك لله جل وعلا. وكان الواجب أن تطلب الشفاعة من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، فتطلب الشفاعة من الله، ولا تطلب من الميت، لا نبي ولا غير نبي ولا صالح ولا ولي، ما تقول اشفع لي عند الله، لأنه لا يملك الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. ولذلك عاب الله على المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا باطل، لأن الله لم يأذن لهم بذلك، لم يقل لهم اتخذوا هؤلاء يشفعون لكم عندي، بل الله جل وعلا أخبر أن الشفاعة ملك له وتطلب منه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا طلب منه الناس أن يشفع لهم عند الله للفصل بينهم وإراحتهم من الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله ابتداء، وإنما يستأذن من ربه، فيخر ساجدا بين يدي الله ويدعو الله ويحمده بمحامد
ولا يرفع رأسه من السجود حتى يقال له ارفع رأسه، وحينئذ يؤذن له بالشفاعة. هذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع عند الله إلا بإذنه، وبعد أن يسجد بين يديه ويدعوه ويتضرع إليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع حينئذ. أما هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأموات يطلبون الشفاعة من الأموات، هؤلاء ضالون ويطلبون شيئا ليس في يد هؤلاء الأموات وليس ملكا لهم، وتركوا طلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا كما قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع، ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهو الموحد المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب ويستحق دخول النار بذنوبه التي هي دون الشرك، فهذا يشفع فيه الشافع بإذن الله عز وجل. فالشفاعة الصحيحة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، وأما الكافر فلا تقبل فيه الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار لا تقبل فيهم شفاعة، إنما الشفاعة تكون في أهل الإيمان وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، هذا إثبات العلم لله جل وعلا أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم يعني ما يستقبل، فالله يعلم ما كان وما يكون، يعلم الماضي ويعلم المستقبل ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فعلمه كامل ليس فيه نقص، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا أحد يطلع على علم الله إلا ما علمه الله، الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى مما يعلم خلقه ويطلعهم عليه من العلم ومن الغيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا نفي، هذا نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم وهو غير العرش، مخلوق عظيم أعظم من السماوات، أعظم من السماوات وهو دون العرش، وقد جاء أنه موضع القدمين، وجاء في الحديث أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي مثل سبعة دراهم ألقيت في ترس من سعة الكرسي، فالكرسي يسع السماوات والأرض هو أكبر منها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش فوق الكرسي هو أعلى المخلوقات، والكرسي في العرش، الكرسي على سعته في العرش مثل الحلقة الملقاة في فلات، الحلقة تعرفون الحلقة إذا ألقيت في فلات من الأرض ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ تكون صغيرة جدا، فالكرسي على سعته يسع السماوات والأرض، هو بالنسبة للعرش كالحلقة
في فلات. هذه مخلوقات الله عظيمة لا يعلم عظمها وسعتها إلا الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله. فالله جل وعلا يحفظ السماوات والأرض ومن فيهن ولا يشق ذلك عليه سبحانه وتعالى. لا يشق ذلك عليه ولا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولا يؤوده حفظهما. هذا نفي المشقة عنه سبحانه أنه لا يشق عليه شيء لأنه قادر على كل شيء. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى لكمال قدرته وعظيم سلطانه جل وعلا. وهو العلي العظيم. هذا إثبات العلي بذاته فوق مخلوقاته. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر. الله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. كلها ثابتة له سبحانه. وهذا من أدلة علوه على خلقه سبحانه، فهو فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أأمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا، والسماء هو العلو. وإن أريد بالسماء السماوات المبنية الطباق، فمعنى قوله في السماء أي فوق السماء، لأن في تأتي بمعنى على وتأتي بمعنى الظرفية. فإن أريد بالسماوات أأمنتم من في السماء، إن أريد به العلو فهو جل وعلا في السماء وفي للظرفية. وإن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على وهو فوق سماواته، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض وفوق الأرض. ففي تأتي أحيانا بمعنى على. فالله جل وعلا في العلو وهو العلي. والذي يقول إن الله في كل مكان أو إن الله يكون في الأرض هذا كافر بالله، لأنه جاحد للعلو الذي أثبته الله لنفسه، ومكذب للقرآن، ومكذب للسنة النبوية، ومكذب لإجماع المسلمين، ومكذب للفطر السليمة. فإن الفطر تتجه إلى الله في العلو ولا تتجه إليه هنا أو هنا، عن يمين أو عن شمال أو تحت، وإنما تتجه إلى الله في العلو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى. والأدلة على العلو كثيرة، ذكر بعضهم أنها تزيد على 1000 دليل، وألفت في ذلك مؤلفات، منها كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وساق في هذا الكتاب كثيرا من أدلة العلو، علو الله على عرشه، ردا على الذين ينفون علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته. وهنا يقول وهو العلي، هذا اسم من أسمائه سبحانه يتضمن صفة وهي العلو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، لا أعظم من الله جل وعلا. فهو العلي العظيم الكبير المتعال. فهذه الآية آية عظيمة، جمعت في أسماء الله وصفاته بين النفي والإثبات، نفي النقص عن الله جل وعلا وإثبات صفات الكمال وأسماء الكمال. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل.
نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل به، وأن يرزقنا وإياكم تلاوته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي الفرق بين الآية القرآنية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، والآية صراط الذين أنعمت عليهم، وكيف أضاف الصراط إليه سبحانه مرة وإلى عباده المؤمنين مرة ثانية؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك مرة ثانية أفادكم الله. نعم، الله جل وعلا أضاف الصراط إليه، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أضافه إليه جل وعلا لأنه هو الذي أوجده وأنزله، هو الذي أوجد الصراط وأنزله، ولأنه يوصل إليه سبحانه وتعالى فهو صراطه، أي الطريق الموصل إليه، وأضافه إلى عباده صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم هم الذين يسيرون عليه، عباده الصالحون أضافه إليهم لأنهم يسيرون عليه، بخلاف أهل الضلال فإنهم لا يسيرون على صراط الله، وإنما يسيرون على السبل المنحرفة التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف للنساء في المسجد مثل الرجال؟ نعم، يجوز الاعتكاف للنساء في المسجد مثل ما يشرع للرجال، إلا أن المرأة تكون في مكان مستور من أجل أن تجلس فيه وتنام فيه، يكون في غرفة، وإلا في مكان محتجز ومستور، كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لإحداهن الخبة في المسجد فتعتكف فيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة هذه العبارات: وحياة الله وحياة الله؟ وحياة الله قسم حلف، يجوز أن تحلف بحياة الله، لأن حياة الله صفة من صفاته، فيجوز أن تحلف بها كما تحلف بسائر صفاته. نعم. ويقول: وسنة الله في خلقه. سنة الله في خلقه الطريقة التي مضت في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي لا يجوز الحلف بها لأنها حياة مخلوقة، فلا يجوز الحلف بحياة النبي أو حياة فلان، لا يجوز هذا، الحلف بغير الله شرك. نعم. يقول: ما حكم استعمال كلمة لو؟ كلمة لو لا يجوز استعمالها إذا كانت من باب الاعتراض على القدر، لو فعلت كذا ما كان كذا وكذا، هذا معناه أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، معناه أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. فإذا كان يقول لو من باب لوم القدر والاعتراض على القدر فهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: لم أتحصل على تأشيرة بطريقة نظامية، لكنني تحصلت عليها بواسطة مبلغ معين، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كان سألت قبل تفعل، أما بعد أن فعلت ماذا؟ إذا قلنا ما هو جائز ماذا تعمل؟ فالآن فات الأوان، وعليك التوبة إلى الله عز وجل، ولا تعود لمثل هذا. نعم. يقول: مادية، فما الحكم؟ نص العلماء على أنه
لا يجوز مد الهمزة الله أكبر، لأن هذا استفهام، الله أكبر استفهام، ولا مد الباء، فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، هذا من التحريف، فلا يمد الهمزة ولا يمد الباء، وإنما يقول الله أكبر كذا. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وبين حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت أو حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ هذا خاص بالحرم، حديث تجاوز لأمتي هذا في غير الحرم، وأما الحرم فالله جل وعلا يؤاخذ العبد إذا هم بالسيئة فيه ولو لم يعملها لعظم الحرم وعظم مكانة الحرم، فهذا خاص بالحرم. نعم. يقول السائل: أنا بعد أداء العمرة شككت، يعني بعد أداء العمرة شككت في عدد الطواف، هل 7 أم 6؟ فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة، والشك بعد نهاية العمرة لا يؤثر، لكن لو شككت في أثناء الطواف فإنك تبني على اليقين وتلغي الشك. شككت هل طفت 6 أو 7 فاجعلها 6 تأتي بال7، وأما بعد ما فرغت وانتهيت فلا الشك لا يضر العبادة والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل المسبل والحالق للحيته من هل المسبل؟ نعم. والحالق للحيته من المجاهرين بالفسق الذين تجوز غيبتهم، وجزاكم الله خيرا. أما الإسبال فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعله فاسق، لأن مرتكب الكبيرة يكون فاسقا. وأما حلق اللحية فهو حرام ومعصية، لكنه ليس مثل الإسبال، الإسبال أشد والعياذ بالله. وإذا داوم على حلق اللحية صار مجاهرا، إذا داوم عليه ولم يغير هذه العادة القبيحة هذا من المجاهرة بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فيجب على المسلم التوبة إلى الله وترك المعصية والرجوع إلى الصواب وإلى الحق، ولا يتمادى في الباطل ويتمادى في المعاصي ويقلد الناس. الواجب على من تبينت له السنة وتبين له الحق أن يرجع إلى الصواب. نعم. يقول السائل: حدث عندنا مؤخرا في أرض الجزائر فيضانات أودت بحياة الكثير من الناس، منهم من وجد ومنهم من فقد، ولكنهم يقينا تحت الأنقاض، فهل يجوز أن تصلى عليهم صلاة الجنازة في تلك الأماكن؟ نعم، الفيضانات هذه من الطوفان، والطوفان عذاب من الله جل وعلا، كما أرسله على قوم فرعون، وكما أهلك الله به قوم نوح، أخذهم الطوفان، هذا من الطوفان والعياذ بالله، وهو عقوبة بلا شك. وأما السؤال عن الصلاة على من تحت الأنقاض ولم يقدر على استخراجهم، نعم يصلى عليهم صلاة جماعية، صلى عليهم، وتعتبر الأنقاض هذه قبورا لهم، تعتبر قبورا لهم، يصلى عليهم. نعم، إذا لم يمكن استخراجهم والعثور عليهم يتركون ويصلى عليهم، وتعتبر هذه قبورهم. نعم. يقول السائل: ما هي كفارة الشرك الأصغر؟ توبة إلى الله، كفارة الشرك الأصغر وكفارة الشرك الأكبر، جميع الذنوب كفارتها التوبة إلى الله، بمعنى الرجوع عن المعصية والعزم على عدم العودة إليها والندم على ما حصل. نعم. يقول السائل: يجري على لسان كثير من الناس في بلدنا والعياذ بالله سب الله عز وجل وسب الدين، وتصدر منهم أحيانا ألفاظ يستحى أو يستحي من ذكرها، ولا شك أن ذلك كفر وردة، لكن هل ينزل ذلك على المعين؟ نعم،
من يسمع منه سب الدين أو سب الله جل وعلا أو سب الرسول فإنه يحكم عليه بالردة، يحكم على المعين بما يصدر منه. ولو كان لا يحكم على المعين ما أقيمت الحدود، لو كان ما يحكم على المعين كان ما تقام الحدود ولا يقام القصاص ولا يقام حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، فيحكم على المعين بما صدر منه من قول أو فعل. نعم. ويقول: وهل يلزمه إذا تاب أن يتشهد ويغتسل من جديد؟ نعم، يلزمه أن ينطق بالشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل، وأما الاغتسال فهو سنة، إن شاء يغتسل اغتسل أو ما اغتسل ليس عليه شيء، الاغتسال سنة ما هو واجب. نعم. يقول: وهل تراعى في ذلك حالة الغضب؟ الغضب الشديد اللي يفقد شعوره لا يؤاخذ على الكلام، إذا فقد شعوره ولا يدري ماذا يقول فهذا لا يؤاخذ، أما الغضب الذي لا يزول معه الشعور ويتصور ما يقول فإنه يؤاخذ بذلك. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ هو الشرك في الطاعة نوع من العبادة، الشرك في الطاعة نوع من العبادة، لكن قد يكون الشرك في الطاعة شركا أصغر ويكون شركا أكبر. يكون شرك أكبر إذا علمت أن المطاع أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وأطعته ووافقته على ذلك، هذا شرك أكبر. أما إذا لم تعلم أنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، ما تعلم هذا، أنت جاهل، فهذا شرك أصغر. نعم. يقول السائل: ما هو حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلوات الجهرية، حيث أن بعض الأئمة لا يتركون فاصل بين قراءتهم للفاتحة وشروعهم في الصورة التي تليها؟ قراءة الفاتحة واجبة، ولكن إذا لم يستطع المأموم قراءتها أو فاتت عليه فإنها تسقط عنه، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه ويكون مدركا للركعة ولو لم يقرأ الفاتحة لأنه فات محلها. قد جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، وكذلك لو كان ما يتمكن من قراءتها والإمام يجهر، لأنه ما يمكن الإنسان يقرأ والإمام يقرأ ما يتمكن، فإذا شرع الإمام بالجهر يقرأ جهر بالقراءة فالواجب على المأموم الإنصات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، أمرنا الله جل وعلا إذا جهر الإمام القراءة أننا ننصت ونستمع لقراءة الإمام، وتسقط عن المأموم في هذه الحالة لأنه لا يمكن أن يقرأ الإنسان وإمامه يقرأ. أما إذا كانت الصلاة جهرية أو كان الإمام سكت سكوتا يمكن المأموم أن يقرأ فإنه يقرأ الفاتحة. نعم. يقول السائل: رجل جامع امرأته في نهار رمضان عمدا فماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه اخترق الصيام وانتهك حرمة الشهر وفعل ذنبا عظيما، فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. يقول السائل: ما حكم التأمين على الأرواح وما حكم أخذه والانتفاع به؟ التأمين حرام بجميع أنواعه، على الأرواح أو على البضائع أو على السيارات. التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولما فيه من القمار، ولما فيه من الربا، ولما فيه من الجهالة والغرر، ولما فيه من الآفات الكثيرة، فلا يجوز للمسلم أن
لا يجوز له أن يؤمن هذه التأمينات، هو في غنى عنها والحمد لله، يتركها وليس بحاجة إليها، وإذا أصابه شيء فإنه يتحمله هو من ماله ولا يحمله على الناس، يحمل غرامته على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، تحمل هو غرامته إذا حصل عليه غرامة. نعم. يقول السائل: إذا كانت زكاة الفطر تخرج في هذا البلد وأنا من غير هذا البلد، فكيف أعرف الفقراء والمساكين في هذا البلد؟ إما أنك تسأل اللي يعرفون الفقراء، أو أنك تعطيها اللي يسألون في الطريق على الطرقات، تعطيهم إياه ما داموا يسألون، تكلهم إلى ظاهرهم تعطيهم إياه وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله. نعم. إن حصل تعرف فقراء أنت بنفسك أو تسأل عنهم من تثق به فهذا أحسن، وإلا فأعطها الذين يتعرضون للسؤال في الطرقات. نعم. يقول السائل: يسأل عن إمام استخدم مصلى النساء وبنى بدله مركز للدعوة إلى الله، وذلك بمساعدة نفقات الناس وتبرعاتهم. إنسان يعني يسأل، يعني استخدم مصلى النساء وبنى بدله مركزا للدعوة إلى الله، وذلك بمساعدة نفقات الناس وتبرعاتهم، مع العلم أن وزارة الأوقاف منعته من بناء هذا المركز ولم تعطه ترخيصا، ومع ذلك تجاهل الإمام قرار الوزارة، والمركز هدفه إعارة الأشرطة وتصوير الأوراق، فالسؤال: ما حكم تصرف هذا الإمام؟ هذا تصرف باطل، لأنه أخذ اقتطع من المسجد، مصلى النساء هذا من المسجد، هذا مسجد ووقف، لا يجوز أنه يحول إلى شيء آخر. الأوقاف لا تغير والمساجد لا تحول إلى مكاتب، فتصرف هذا الإمام باطل، وعليه التوبة إلى الله وإعادة هذا الشيء الذي اغتصبه إلى المسجد وإلى الصلاة للنساء، وهذا أمر لا يجوز له، حتى ولو لم تمنعه الأوقاف فإنه لا يجوز له، فكيف والأوقاف منعته وهي صاحبة الشان والمسؤولة عن المساجد، ومع ذلك تمرد عليها؟ هذا من جهله أو عدم مبالاته. أما وجد شيء غير المسجد، ما وجد مكان يبني فيه أو يشتريه للدعوة بزعمه أو توزيع الكتب أو الأوراق إلا المسجد، هذا لا يجوز. نعم. يقول: وما حكم بناء مركز الدعوة في المسجد؟ لا يجوز أنه يقتطع شيء من المسجد، المسجد يترك مسجدا يصلى فيه ولا يؤخذ منه شيء، يقال هذا للدعوة أو هذا مكتبة أو هذا كذا وكذا، لا يجوز هذا. المساجد تترك مساجد للمسلمين يصلون فيها ولا يؤخذ منها شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: وما حكم الزوجة التي جمعها الزوج، فهل عليها كفارة كذلك؟ إذا كانت مطاوعة وليست مكرهة فعليها الكفارة مثل الرجل، أما إذا كانت مكرهة بغير اختيارها فلا شيء عليها. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في من يدعي أنه داعية ويقوم بالدعاء إلى الله ويأمر بالصلاة والحجاب ويأتي بأدلة شرعية، ولكن تجده لا يطبق أوامر الله عز وجل في نفسه؟ مثال ذلك تجده حليق ويلبس ما يسمى بالبنطلون ويجلس في مجالس مختلطة رجال ونساء. نعم، هذا أدى واجبا وهو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك واجبا وهو العمل بما يقول، فإثمه عليه، لكن نحن نقبل منه الحق، نقبل الحق، إذا قال الحق قبلناه ولا ننظر نقول ما يعمل به، فالحق يقبل ممن جاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي الذي قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، النبي قبل ونهى أصحابه أن يقولوا هذه الكلمة مع أنه يهودي، ها
الحق يقبل ممن جاء به، وكونه هو لا يعمل به هذا إثمه عليه هو. نعم. يقول السائل: متى يعتبر الوقوع في عمل كفري إن صاحبه متأول؟ إذا كان له احتمال، إذا كان له احتمال، أما إذا ما فيه احتمال فهذا غير معذور. تأويل إنما يكون مقبولا إذا كان له احتمال في الدليل، أما إذا كان ليس له احتمال في الأدلة فهذا يعتبر ضلالا ولا يقبل منه إنه يقال متأول أو مجتهد، لأن النص ظاهر ما فيه احتمال. نعم. يقول السائل: رجل أتى من أجل العمرة ولم يحرم في الميقات جهلا منه، فأمرناه أن يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، عليه فدية تجاوز الميقات، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن كان لا يجد ما يذبح، ما يستطيع، فيصوم 10 أيام، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وهو يريد العمرة وأحرم من دونه، أحرم من دون الميقات. نعم. يقول السائل: هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. تحذير من أهل الضلال هذا واجب، تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب، ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة، لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص. الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائلة تقول: نرجو توجيه الأخوات إلى ضرورة الالتزام الاحتشام في دورات المياه وعدم كشف عوراتهم أمام النساء بعضهم لبعض. لا يجوز أن المرأة تكشف عورتها عند النساء، بل عليها أن تستتر. ودورات المياه مجعول فيها أماكن مستورة وأبواب تدخل فيها، إذا أرادت أن تستنجي فلا تستنجي بالمغاسل عند النساء، وإنما تستنجي في داخل الأبواب المنصوبة والغرف المعدة لذلك، إنما تتوضأ وضوء فقط بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين في المغاسل، أما الاستنجاء فيكون في داخل الغرف المستورة. نعم. يقول السائل: شقيق زوجتي أساء لي إساءة كبيرة وأهانني، فقمت بمنع أولادي وزوجتي من زيارته، ثم سمحت لزوجتي وأولادي بزيارته، ولكني أقاطعه عن نفسي فقط، فهل أنا قاطع لرحمي؟ نعم، عليك بصلة رحمك، وإن أساء إليك اعفو عنه واصفح، من عفا وأصلح فأجره على الله، فصل رحمك وإن أساء إليك وأنت مأجور في هذا، ولا تقاطعه. نعم. يقول السائل: هل ذكر كلمة محل حيث حبستني شرط من شروط النية في مناسك العمرة؟ نعم، إذا كان الإنسان عند الإحرام مريض ويخشى أنه ما يتمكن من أداء النسك، أنه يزيد عليه المرض، فهو يشترط ويقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن تحرم وهي شاكية يعني مريضة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذا كان الإنسان يخشى أنه ما يتمكن من أداء النسك لأنه مريض، أو أن الطريق ما هو مأمون، أو العدو يخشى من العدو على الطريق أنه يصده عن البيت، فإنه يشترط، وإذا لم يتمكن يتحلل ولا شيء عليه عملا بالشرط. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما اشترطت أو ما شرطت. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.